أحمد، هذا المشروع هو مشروع يعني كان يفترض أنه ينفذ من العام الماضي، هي أكاديمية البطل، وهذا المشروع هو راح يكون بأكثر من جهة تتعاون معنا يعني بهذا المشروع، لأن هذا المشروع هو ليس لي، هذا مشروع وطني وليس لي يعني ليس مشروع لوزارة الشباب والرياضة فقط. فلذلك راح يكون تعاون بيننا وبين اللجنة الأولمبية وبين الاتحادات الرياضية المعنية، بالإضافة إلى وزارات التربية والتعليم والصحة. تأخر هذا المشروع بسبب عدم قدرتنا على صرف الأموال في وقتها لحين تجهيز هذا المقرات الخاصة بهذا المشروع، إلى أن تم تشكيل لجنة بيننا وبين الأخوة مشكورين في الأمانة العامة وأيضا وزارة المالية ودائرة الرقابة المالية لأعطانا الحرية بموضوع تجهيز هذا شو نقول هو يعني هذه الأكاديمية، لأن هاي الأكاديمية الآن هي تم تخصيص 4 مباني إلها في بسمايا، راح تكون متكاملة يعني تضم فيها حتى فندق خاص إلى الرياضيين وإلى المدربين والكوادر الإدارية، لأن اللاعب راح يكون متواجد هناك يأكل يشرب ينام يدرس يتدرب كله في مكان واحد. تم اختيار 8 إلى 9 ألعاب في بداية هذا المشروع، ألعاب كلها ألعاب فردية. أيضا طلبت من الأخوة الاتحادات المشاركة في هذه الأكاديمية وفي هذا المشروع أن يجيبون سيفيات لأحسن المدربين في العالم على في الألعاب اللي تمت اعتمادها من أجل التعاقد منهم للبدء بهذا المشروع. ولذلك أعتقد أنه هذا المشروع سيكون هو مستقبل الرياضة العراقية إن شاء الله. نفس الوقت هناك مشروع لكرة القدم، هو مشروع الحلم أيضا إحنا عاملين عليه، ولكن فقط ينقصه أنه بعدنا لحد الآن ما توصلنا إلى اختيار القيادات اللي ستقود هذا المشروع، وهي بالتأكيد قيادات أجنبية إن شاء الله.